السلام عليكم واهلا وسهلا بكم جميعا. اليوم راح احكي على الباراثايرويد هرمون. الباراثايرويد هرمون ينفرز من الباراثايرويد جلاند، وهي عبارة عن غدة صغيرة موجودة بجانب الثايرويد جلاند. الباراثايرويد هرمون وظيفته او وحدة من وظائفه الاساسية مالته انه يتحكم بالكالسيوم والليفل مال الكالسيوم بالبلاد. في حالة نقص الكالسيوم يزيد الباراثايرويد على مود يزيد تحلل الكالسيوم من العظام، ويزيد إعادة امتصاص الكالسيوم من الجهاز الهضمي. زين، في حالة ارتفاع الكالسيوم راح يصير فيدباك انهيبيشن للباراثايرويد هرمون، وبالتالي راح يقل شو اسمه الريليز مال الكالسيوم والامتصاص مال الكالسيوم. زيادة الباراثايرويد هرمون ممكن ان تؤدي الى الاوستيوبوروسيس او هشاشة عظام، او اقل شيء يصير فراكشن. زين، اكو دواء موجود اللي هو التيربيريتايد، اللي هو عبارة عن شنو؟ عبارة عن هرمون مصنع، بروتين مصنع من الباراثايرويد هرمون، هو كأنه باراثايرويد هرمون مصنع. زين، وظيفته شنو؟ وظيفته انه شو اسمه يعالج الاوستيوبوروسيس ويزيد الكالسيوم بالعظام، يعني عكس الباراثايرويد هرمون. زين، لما فتشي مصنع وهو يعتبر نفس الباراثايرويد هرمون ويشتغل عكس الباراثايرويد هرمون، شلون؟ يا ريت تكون إجابة تعليقات. شكرا جزيلا.